أهلا بكم. كيف تقرأ تصريحات ميليشيات الحشد الأخيرة وبياناتهم حول استهداف القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في العراق منذ معركة طوفان الأقصى وحتى الآن؟ كيف يوصف موقف حكومة العبادي أو حكومة السودان عفوا منها؟ في أي إطار يوضع تصريح حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني في خطابه الأخير عما سماه فصائل المقاومة الإسلامية؟ ما الغاية من تجمع الميليشيات على الحدود العراقية الأردنية؟ وكيف تقرأ المناوشات الكلامية التي تطلقها الميليشيات والتي تعلو حينا وتخبو حينا آخر عن غلق السفارة الأمريكية وموقف البرلمان من هذا الغلق؟ وأيضا كيف تنظر الميليشيات في العراق والمدعومة من إيران إلى فلسطين؟ للإجابة عن هذه الأسئلة سيكون معنا كل من السيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى مرحبا بك. مرحبا بكم وبضيوفكم الكرام وبمشاهديكم الأعزاء. وأيضا نرحب بالأستاذ فرات خورشيد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية. مرحبا بك أستاذ فرات. مرحبا بكم وضيوف الكرام بالأستاذ مصطفى. وأرحب بالأستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي. أستاذ عبد الله مرحبا بك. اهلا بك ومشاهديكم الاكارم وضيوفك الطيبين. اهلا بضيوفك الكرام. مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدا بالحوار. لطالما تغنت ايران واذرعها الميليشياويه بالقدس وتحريرها، واسست فيلق القدس الايراني الذي وجه سلاحه تجاه العراق ولبنان واليمن وسوريا، ولم يطلق رصاصه واحده تجاه الكيان الصهيوني الغاصب للقدس، بل إن الميليشيات التابعة لإيران قتلت وهجرت الفلسطينيين اللاجئين في العراق. الميليشيات أرادت أن تركب الموجة وتهتف لمعركة طوفان الأقصى في جعجعة فارغة سرعان ما تنصلت منها بتصريحات رسمية لخامنئي، ثم جاء خطاب حسن نصر الله بعد شهر من انطلاق معركة طوفان الأقصى، ولم يخرج عن سقف ما هو متوقع بحسب القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، الذي أكد أن نصر الله أرسل رسائل لا تخفى دلالاتها في التنصل من كل فعل حقيقي لمقاومة الاحتلال خارج الساحة اللبنانية، بما يتوافق مع المتطلبات الأمريكية بعدم توسعة المعركة. تصريحات الميليشيات باستهداف القواعد الأمريكية ومطالبة مقتدى الصدر بعقد جلسة طارئة لغلق السفارة الأمريكية واجتماع زعماء الفصائل المرتبطة بإيران ومنهم عبد العزيز المحمداوي المعروف بأبو فدك، والذي قال إن الحشد هو الدولة وهو مسؤول عن حماية ما عدها بالمنجزات، كذلك سيطرة الميليشيات على منفذ طريبيل الحدودي لغايات أخرى تتستر بغطاء نصرة فلسطين، كل ذلك في إطار لا يتعدى التحرك الإعلامي البعيد عن الأفعال. فها هي ميليشيا كتائب حزب الله التي أطلقت تهديدات بأنها ستقابل زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن للعراق بتصعيد غير مسبوق، وأنها ستغلق السفارة الأمريكية بطريقة غير رسمية، إلا أن أيا من ذلك لم يحدث طوال تواجد بلينكن في بغداد. وزير الخارجية الأمريكي قال في زيارة لبغداد إن السوداني اتخذ الإجراءات الضرورية لمنع الهجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق، فيما سارع السوداني بعد ساعات من لقائه بلينكن إلى طهران في زيارة قال مكتبه إنها بغرض التباحث بشأن الأوضاع في المنطقة، فيما كشف مصدر حكومي عن صفقة تتضمن عدم استهداف السفارة الأمريكية ببغداد مقابل عدم إثارة سفيرة واشنطن ألينا رومانوسكي قضايا تحرك فيها نقمة الشارع العراقي ضد حكومة السوداني. الإيرانيون سعداء بتفعيل جماعاتهم بالوكالة والسماح لأشخاص آخرين بالقتال والموت بدلاً منهم، وفقاً لموقع فوكس الأمريكي، لافتاً إلى أن ميليشيات إيران في العراق لن تطلق الصواريخ ما لم تقرر ذلك طهران، وإن إيران لا ترغب بمهاجمة إسرائيل أو الولايات المتحدة بشكل حاسم ومباشر.
أبدأ معك أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. أستاذ مصطفى، إيران أسست فيلق سمته فيلق القدس وتغنت بتحرير القدس منذ عام 79 وتسعمائة وألف، ولكن فيلق القدس وجه سلاحه بالكامل نحو العراق، نحو سوريا، نحو لبنان، نحو اليمن، ولم يطلق رصاصة واحدة تجاه الكيان الصهيوني. يا ترى هذه التصريحات التي جاءت الآن في سنة 2023، يعني منذ عام 79 وتسعمائة وألف ونحن الآن في سنة 2023، وهناك تصعيد وتهديدات من صادرة من قبل ميليشيات تابعة لإيران تريد تقول أنه سوف نصعد وسوف نستهدف القواعد الأمريكية وسوف نغلق السفارة الأمريكية. كيف تنظر إلى هذا التصعيد وهذه التهديدات وهذه البيانات التي أطلقتها الميليشيات؟ أحييك مرة أخرى وأحيي ضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. هذه التهديدات التي تطلقها الميليشيات بين حين وآخر في الحقيقة لا قيمة لها، لأنها تهديدات دعائية معروفة الأهداف واتضحت لدينا بالتجارب العملية وبالوقائع الثابتة خلال العقود الماضية، وليست خلال سنوات فقط، خلال عقود اتضحت حقيقة المواقف الإيرانية، سواء تجاه الشيطان الأكبر الولايات المتحدة كما يسمونه، تجاه إسرائيل الكيان الصهيوني. القراءة الصحيحة لخطاب الميليشيات يجب أن نفهمها من خلال قراءة الشريط الذي بثه إعلام الحشد الشعبي يوم الخميس الماضي، والذي تضمن اجتماعا طارئا لميليشيات الحشد الإرهابية برئاسة عبد العزيز المحمداوي المسمى رئيس أركان هذه الميليشيات المعروف باسم أبو فدك. هذا الخطاب أو هذا الاجتماع الطارئ وما تحدث به أبو فدك لعناصر الميليشيات أظهر قسم الإعلام في ميليشيات الحشد أظهر عبارات مقصودة وواضحة تماما، وهي تمثل الموقف الحقيقي لميليشيات الحشد، وليست هذه التصريحات الدعائية التي نسمعها من هذه العصابة أو تلك. أبو فدك تحدث بشكل واضح في ذلك الاجتماع وقال إننا ملتزمون بقضيتين أساسيتين، أو منضبطون بقضيتين ضابطين أساسيين. الضابط الأول هو فتوى المرجعية الشيعية العليا في النجف التي تحدد لنا الجانب الشرعي كما يسميه في أي تصرف، والضابط الثاني هو موقف رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الذي يعني محمد الشيع السوداني، الذي يرسم الخطوات الحكومية. هذه التصريحات لم تكن تصريحات مجانية، وإنما كانت تصريحات موجهة بدقة ومحسوبة، أن خضوعنا لفتوى المرجعية الشيعية في النجف، ولا توجد هناك فتوى في الجهاد ضد الاحتلال الصهيوني، كما لم توجد فتوى بمقاتلة الأمريكان، بالعكس كانت هناك فتاوى بالتعاون مع المحتل الأمريكي في العراق بعد احتلال العراق سنة 2003، بل وحتى في خلال أيام الغزو وهو يتقدم من جنوب العراق نحو بغداد، كانت هناك فتاوى بتأييد الاحتلال الأمريكي وبتسهيل مهامه وبتثبيت مشروعه. الآن هناك صمت مطبق، ولا توجد هناك كما قلنا فتوى من قبل المرجعية في النجف، وبالتالي هنا سقط الجانب الشرعي لعملية الجهاد كما معروف. لو سمحت سأعود إليك مرة أخرى. نعم، إذا سمحت سأعود إليك مرة أخرى. أتوجه بالسؤال للأستاذ عبد الله سلمان.
الكاتب والباحث السياسي. سيد عبد الله، تصريحات وبيانات من الميليشيات أطلقتها وخاصة كانت تهدد مع مجيء وزير الخارجية الأمريكي للعراق بلينكن بأنها سوف تقوم بإجراءات وتصعيدات غير مسبوقة وتقوم بإغلاق السفارة الأمريكية بشكل غير رسمي وبالقوة، ولكن هذه التصريحات فقط بيانات وتصريحات من غير فعل على الأرض. من وجهة نظرك ما سبب هذا التصعيد إذا لم تفعل شيئا؟ التصعيد يأتي وفق التفاهمات والمفاوضات ما بين أمريكا وإيران، وكل رد فعل يقوم به الحشد أو أذرع إيران في سوريا وفي لبنان، نعم سيد عبد الله، نعم، وفي إيران وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن، كلها وفق المفاوضات الموجودة ما بين إيران وأمريكا. أمريكا لديها شروط على إيران أن لا تتطور بمجال الجانب النووي، لأن هذا يؤثر على التوازن القوى ما بينها وما بين الكيان الصهيوني، وبالتالي كل ما يجري من تحشدات وبيانات ومقولات وتصعيد هنا وتصعيد هناك كلها يخضع إلى ضمن إطار هذه الطاولة، طاولة المفاوضات ما بينهم، لأنه التنسيق الأساسي وتصرف الأذرع الإيرانية كلها تتبع بالدقة التوجيهات من الحرس الثوري الإيراني، وهو المسؤول عن هذا، والأمريكان يعرفون تماما هذا. الأمريكان أعلنوا أكثر من مرة أنه ليس هناك ضرر على يلحق بإيران من سياساتنا، ولا نمس النظام السياسي، فتبقى المفاوضات هي فقط لتخفيف قوة إيجاد توازن ما بين الكيان الصهيوني وإيران في القوة، ليس إلا. فبالتالي الأذرع الإيرانية تستعمل أداة تفاوض إيرانية لدى ضد الأمريكان، وليس الملف النووي فقط قصدك؟ فيما يخص الملف النووي فقط في الملف النووي، حتى قضية فلسطين وهو التعاطف الشعبي العربي العراقي بشكل خاص مع قضية فلسطينية تستثمر في هذا المجال. كل الحركات التي تقوم بها الأذرع الإيرانية في مختلف الجبهات والمواقع الجغرافية هو فقط يخص التفاوض الإيراني الأمريكي في ملف النووي وليس غيره أبدا، لأنه كل المفاوضات ما بين كل الدول تحتاج أوراق ضغط، بما أنه أمريكا والمفاوضات على يعني ملف نووي فتستخدم ذراعها العسكري وأن تبرز قواتها، وإيران تعرف أن حجم القوة الأمريكية التي لا يمكن أن تناسب حجم القوة الإيرانية، لكن تحاول أن تضغط وتضغط عليها بالأذرع المنتشرة. فلذلك نحن نلاحظ أن كل الأذرع هي موجودة قريبة تماما على النفوذ. واضح. أستاذ فرات خورشيد، الباحث في الشؤون الأمنية العراقية، ما يجري في العراق ليس بعيدا عن الملف النووي الإيراني، وخصوصا ما يتعلق بالتصريحات التي تطلقها والبيانات التي تطلقها الميليشيات المدعومة من إيران داخل العراق. ما علاقة الميليشيات بفلسطين؟ طبعا إذا أردنا أن نحلل القضية بداية، عفوا، تحية لكم جميعا كادر وضيوف ومشاهدين، إذا أردنا أن ننظر إلى موضوع الميليشيات في العراق يجب أن ننظر إلى جذورها بداية حتى نعرف ما هي غاياتها، لأن كل شيء يؤسس على غايات، تكون الغايات واضحة في الأساس. التكوين الذي نشأت عليه هذه الميليشيات في فترة 2004 وما بعدها في فترة الاحتلال الأمريكي، من أين كانت تمتد هذه الميليشيات؟ من الأحزاب التي جاء بها الاحتلال. التسليح الذي كانت تحصل عليه كانت تحت مسمى فصائل، ثم أصبحت جزء من الأجهزة الأمنية، ثم أصبحت بفتوى فصائل تتجمع لتكون ما يسمى الحشد الشعبي. كل هذه الفئات من أين كان يأتيها السلاح؟ من الحكومة العراقية، الحكومة العراقية التي كانت تعقد صفقات بعلم الولايات المتحدة الأمريكية خلال تواجدها في العراق وبعدها.
إذن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعلم أين سيؤول مصير هذه الأسلحة التي يشتريها العراق، وكيف سوف تنمو هذه الميليشيات. إذن سمحت، لم تفعل أي شيء في عام 2006 حينما أشعلت تلك الميليشيات شرارة الحرب الطائفية في العراق. لم نجد هناك أي رغبة أو إرادة حقيقية للقوات الأمريكية الموجودة في العراق لكبح جماح هذه الحرب الطائفية أو تحجيم هذه الميليشيات من خلال منع السلاح عنها أو تجريمها وما إلى ذلك. بالعكس، كانت تنمو وتتطور. الآن إيران تستخدم هذه الميليشيات كورقة ضغط. الولايات المتحدة كانت تنتفع من هذه الميليشيات لبسط نفوذها في العراق. لم يكن هناك قدرة لدى القوات الأمريكية أن تبسط كل نفوذها على الأرض بدون وجود داعم حقيقي لها من داخل البلد، وكان هذا الداعم هو هذه الميليشيات التي وعدت كل مقاومة أو معارضة عراقية نزيهة وحقيقية ضد الاحتلال. هنا استخدام أمريكا لهذه الميليشيات يأتي من باب أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي علاقة الحليف الغير موثوق به. إيران كانت حليف للولايات المتحدة الأمريكية في احتلال العراق، وكانت حليف لها في استمرارها بالسيطرة على العراق إلى فترة 2011. وبعد أن غادرت الولايات المتحدة الأمريكية العراق، كانت إيران هي البديل والحليف المحافظ على تلك الأهداف والتي سعت فرات. نستطيع القول يعني من خلال كونكم باحثا في الشؤون الأمنية العراقية، هل نستطيع القول أن الميليشيات هي أداة إقليمية بيد إيران، يعني أداة تستخدم لتوجيه السلاح حتى خارج الحدود العراقية ليس في الداخل العراقي فقط؟ ليس إيران وحدها، يعني الميليشيات هذه أداة لمجموعة كبيرة من الدول. في سوريا كانت هذه الميليشيات أداة لروسيا ولإيران في نفس الوقت الذي هي فيه أداة لأمريكا ولإيران في العراق. الولايات المتحدة الأمريكية فقط لا تريد أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح قد يغير موازين القوى التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ عليها، بينما إيران تسعى لخلق ثغرة وللنفاذ من خلال تهييج هذه الميليشيات والإشارة وإرسال رسائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنني قادرة على أن أديم الفوضى وأن أجعل الوضع غير مستقر في حالة تصعيد مستمر إلى أن تسمح لي بتحقيق ما أرغب بتحقيقه. لذلك حينما أشار حسن نصر الله إلى المقاومة الإسلامية في العراق وفي اليمن، هذه إشارة منه بأن هذه الفئات كلها موحدة. سنأتي إلى خطاب حسن نصر الله، ولكن اسمح لي فقط أستاذ فرات أن نتحول بالسؤال للأستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، الميليشيات في متواجدة في إقليميا، متواجدة ضمن المحور الإيراني الروسي وحتى الصيني والنظام السوري. يا ترى من وجهة نظرك الآن، وأستاذ عبد الله تحدث عن أن إيران استخدمت هذه الميليشيات في العراق خصوصا خلال هذه المرحلة من أجل الضغط باتجاه أو لصالح ملفها النووي، يا ترى زيارة وزير الخارجية الأمريكي للعراق، ما الرسائل التي حملها معه إلى السوداني، وخاصة أنه تحدث أن السوداني قام بالإجراءات الضرورية اللازمة المطلوبة منه؟ يعني هناك نقطة قبل أن أتحدث في هذه القضية المهمة التي حملها سؤالك الكريم، أريد أن أشير إلى النقطة التي تفضل بها الزميل فرات وهو يتحدث عن الدعم الأمريكي لميليشيات الحشد الشعبي. هذه الميليشيات كانت تتلقى تمويلاً من الولايات المتحدة، تمويلاً ثابتاً بملايين الدولارات، استمر حتى العام 2020 تقريباً، وربما ما يزال بعضه مستمراً حتى الآن. لكن ما نعرفه هو أنها كانت تتلقى تمويلاً مباشراً من الولايات المتحدة، وفي مقدمة الميليشيات التي كانت تتلقى تمويلاً مباشراً من الولايات المتحدة ضمن الموازنة العامة في الإدارة الأمريكية كانت منظمة أو ميليشيا بدر الإرهابية. النقطة الثانية أن هذه الميليشيات كانت تتحرك دائماً بحماية الطيران الأمريكي وبحماية المدفعية الأمريكية، ولولا الطيران الأمريكي والمدفعية الأمريكية التي دكت مدن الموصل والفلوجة وتكريت والدور والحويجة
وكثير من المدن العراقية لما تمكنت هذه الميليشيات من الاستيلاء على هذه المناطق التي يسميها الحمداوي بالمنجزات التي يسميها. نعم، هذه هو قتل العراقيين وتدمير مدنهم ونهب ممتلكاتهم، هي هذه هي المنجزات الوحيدة التي شهدناها منذ احتلال العراق، سواء على يد المحتل الأمريكي أو على يد المحتل الإيراني وأذرعه الأرهابية. فيما يتعلق بسؤال حضرتك فيما بخصوص زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، هناك قضية أيضا بالغة الأهمية يجب أن نفهمها، وهو أن الإعلانات العراقية الرسمية عن زيارات المسؤولين الأمريكان إلى بغداد أو زيارات المسؤولين العراقيين بين قوسين إلى واشنطن تختلف تماما في لغتها وفي مضامينها عن الإعلانات الرسمية الأمريكية لتلك الزيارات، سواء الأمريكية إلى العراق أو العراقية إلى أمريكا، لأن كل بيان رسمي يصدر لمخاطبة جمهور معين، وأنا هنا لا أثق بالبيانات الرسمية العراقية ولا بالبيانات الرسمية الأمريكية، ولكن البيانات الرسمية الأمريكية أكثر إفصاحا لطبيعة التعامل الأمريكي مع الإعلام ومع الدبلوماسية، لأنها قادرة على أن تتحدث بلغة واضحة وصريحة نسبيا وتفرض ما تريد على المقابل في بغداد أو المسؤول العراقي عندما يأتي إلى واشنطن. البيان الرسمي العراقي كان بيانا دعائيا عن زيارة بلينكين، كان دعائيا وحقيقة شعاراتيا ولا قيمة له، لأن المسؤول الذي التقاه يعني السوداني لا يمكن أن يتحدث بهذه اللغة، وهي بالمناسبة لغة خالية من المضمون، لغة شعارات فارغة من المضمون، خالية من المضمون تماما. فيما البيان الرسمي الأمريكي كان يتحدث عن نقاط محددة جرى بحثها، وبالتأكيد أن بلينكين عندما جاء إلى العراق لم يكن بوارد أن يسمع الشعارات التي تطلقها السلطة وميليشياتها، الميليشيات التي أسست هذه السلطة، لأن هذه البيانات. أستاذ مصطفى، إذا كانت الولايات المتحدة تريد إرسال رسائل معينة إلى إيران، وخاصة بعض المراقبين يتحدثون عن أن رئيس الوزراء الحالي السوداني مباشرة غادر إلى طهران بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي للعراق، إذا كانت أمريكا تريد إرسال رسائل معينة، لماذا لا ترسلها مباشرة إلى إيران دون الحاجة إلى المجيء إلى مطار بغداد ومن ثم التنقل، ويعني لماذا لا تختصر المسافة؟ يعني أولا زيارة بلينكين دامت 50 دقيقة، وتحدث الوزير بلغة واضحة وصريحة ونقل تهديدات ليس إلى الإيرانيين فقط وإنما إلى ممثلهم في بغداد وهو السوداني. الكلام كان واضحا وصريحا في إطار التهديد الأمريكي للميليشيات في العراق من جهة، ونقل رسالة إلى إيران من جهة أخرى، حتى أن السوداني لم يستبدل طقم الملابس الذي كان يعني يرتديه حينما استقبل بلينكين، ولا حتى ربطة العنق، وذهب مباشرة بساعة متأخرة من مساء يوم السبت للقاء المسؤولين الإيرانيين في زيارة دامت بضع ساعات فقط. هذه الزيارات عندما تكون لساعات محدودة فهي إما أن تكون زيارات بروتوكولية لا قيمة لها وهنا غير واردة، أو تكون زيارات لتبليغ رسالة معينة. المسؤول العراقي عندما ينقل رسالة، فقط هذه النقطة أختم بها، المسؤول العراقي عندما ينقل رسالة لا يتعامل العالم معه، إلى الإيرانيين أقصد، لا يتعامل العالم معه باعتباره وسيطا فاعلا ولا باعتباره قناة اتصالات خلفية، وإنما مجرد ساعي بريد مكلف بنقل هذه الرسالة. والمطلوب أن ليس فقط نقل الرسالة، ولا كان بلينكين دائما يطلقها في الإعلام، لكن الكلام في الاجتماعات الرسمية غير الكلام
الدبلوماسي في الإعلام. الولايات المتحدة ترسل تهديداتها إلى إيران وميليشياتها، ولكن مطلوب كان إحاطة السوداني بضرورة ضبط الأوضاع في العراق، وأن تلجم إيران ميليشياتها التي تتحرك على الساحة العراقية بوضوح. أستاذ عبد الله، من وجهة نظرك يعني في خضم هذه التهديدات والتصعيد من قبل الميليشيات في داخل العراق منذ أن بدأت معركة طوفان الأقصى، نلاحظ أن هناك أيضا أذرع تتحدث وتهدد، ولكن كان المتوقع منها شيئا ما، وجاءت خطاباتها وبياناتها يعني بمستوى ما هو متوقع، وخاصة نتحدث عن خطاب حسن نصر الله في خضم زيارة وزير الخارجية الأمريكي للعراق، وكذلك بعد ذلك زيارة السوداني إلى طهران، وهناك رسائل متبادلة. كيف نفهم خطاب حسن نصر الله في خضم هذه الرسائل؟ خطاب نصر الله تضمن كثير من الإنشاء وكثير من الوصف، وكأنه هو صحفي يعرض الحالة التي يراها الناس. وإحنا يعني نقول دائما أنه الخطابات لا يسمعها أطفال غزة، لأنه الرصاص والقنابل والطائرات تصم أذانهم، فبالتالي الخطابات ليس لها معنى. وهذا الخطاب الوصفي لحالات يعيشها المواطن العربي والمسلم بشكل يومي، يعني لا يحتاج المواطن العربي اليوم أن يسمع من نصر الله أو من قادة آخرين الصراخ والعويل والتهديد والكلام وتبسيط الأمور ومحاولة ضخ العواطف الفارغة حقيقة، لأن الموقف لا يحتاج إلى شرح سياسي للمواطن الذي يعرف كل شيء اليوم. اليوم المواطن العربي يعرف كل شيء وبالتفاصيل المملة التي ذكرها يعني أكثر يعني المراقبين والمواطن العربي، يعني أصبح يعني نشيد ممل حديث نصر الله، وبالتالي لم يقدم شيء إلا أنه قدم مسألة واحدة إذا ممكن التطرق إليها، وهو قال أنه المقاومة الإسلامية. هذه المسألة بالحقيقة تحمل كثير من المعاني، لأن هذه التنظيمات وحسن نصر الله وغيره تربوا على الشعوبية، وهذه الشعوبية هي فكرة ولدت في بدايات العصر العباسي التي تتضمن الكره والحقد والإهانة للعنصر العربي تاريخا وثقافة وتاريخا للعنصر العربي والاستهانة به، وبالتالي تلاقت هذه الفكرة يعني فكرة الشعوبية مع النزعة الصهيونية الصليبية والتي اتسقت كثيرا مع الليبرالية واليسارية العربية بكره العنصر العربي. فهو لما يقول أنه مقاومة إسلامية يشمئز من أن يذكر العرب، يشمئز من أنه يقول مقاومة عربية، يعني أهل غزة عرب، يعني قبل ما يولد إيران وقبل ما تولد حسن نصر الله هم عرب. لماذا لا يقول مقاومة عربية؟ لأنه النزعة الشعوبية التي تعيشها بلاد فارس ضد العرب وضد المسلمين هي هذه سببها. أما الخطاب فهو بمعناه ليس له قيمة ولا يقدم شيء للمواطن العربي، ولا كان حتى كثير من الناس لا ينتظرون منه غير ذلك. نتحول بهذه النقطة إلى أستاذ فرات خورشيد. أستاذ فرات، يعني الرسائل التي تحملها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران بالضبط جاءت متزامنة مع خطاب وصف خطاب لحسن نصر الله زعيم حزب الله في لبنان الموالي لإيران، وصف بأنه لم يتوقع من خطابه سوى بالسقف الذي توقع منه، يعني كان من المفترض بحسب ما يرى مراقبون أن يكون أصحاب من يدعون أنهم أصحاب المقاومة وأصحاب القضية أن يقفون وقفة جادة وحقيقية تجاه ما يجري من مذابح على يد الكيان الصهيوني ضد أهلنا في غزة، ولكن هل تكشفت هذه الوجوه الآن، وخاصة نحن بحسب ما يرى يعني مراقبون سياسيون وعسكريون
نحن نشبه المنطقة بكرة المضرب بين إيران وأمريكا والضحايا هم أهالي غزة؟ بداية، لا حسن نصر الله ولا أي طرف من الأطراف المنضوية تحت عباءة الولي الفقيه في إيران هم أصحاب قضية أو أصحاب مقاومة. هذه المقاومة الكرتونية التي لم نشهد لها، حتى لا يقال بأننا نحرض على القتل، ولكن لم نشهد ضحية واحدة حقيقية نتيجة الهجمات التي تقوم بها فصائل ما يسمى بالمقاومة ضد من يسمونه بالمحتل الأمريكي الذي جاء بهم وجاءوا به معه. يعني كل العمليات التي تدعي المقاومة بأنها قامت بها ضد المحتل الأمريكي في العراق لم يكن نتيجتها ضحية واحدة. وقد تحدث الولايات المتحدة الأمريكية هذه الفصائل وإيران بالاسم وعلنا بأنه إذا تسببت عملياتكم العسكرية من قصف أو توجيه طائرات مسيرة وما إلى ذلك ضد قواتنا بمقتل جندي أمريكي واحد سيكون الرد صاعق، وبذلك ضمنوا بأن كل العمليات تكون على الأطراف، كل الإطلاقات تكون بمحيط السفارة أو المعسكرات دون وقوع أي ضحايا. هذا يؤكد بأن هذه فقط مقاومة كرتونية ودعائية. أما بخصوص حسن نصر الله وتصريحاته، هو تقصد أن يسمي مسمى المقاومة الإسلامية حتى يربط كل الأطراف المسلحة بما أطلق عام 1979 وهو الثورة الإسلامية وشعار تصدير الثورة، ولذلك تسميته للمقاومة بالمقاومة الإسلامية ليربطها بالمرشد الأعلى الإيراني. هذه الفصائل التي تنصاع لتوجيهات المرشد الأعلى تعلن دائما بأنها تنتظر الفتوى ثم تتردد وتتراجع بعد ذلك بأننا ننتظر تصريح، ننتظر أن يكون هناك تدخل مباشر، ولكن التهديدات هل تسميه تنصلا؟ هل هو تنصل عن الادعاء؟ يعني هو بالمجمل يعني كعنوان عريض أنهم يسمون أنفسهم مقاومة إسلامية أو ممانعة، وهو معروف أن هذا الأمر متعلق بالنفوذ الإيراني. إيران لديها مشروع، إيران لديها مشروع في المنطقة. يعني إلى أي مدى ترى أن ذلك واقع فعلا على الأرض مع غياب المشروع العربي الذي من المفترض أن يكون مناظرا ومناظرا طبعا وبالضد من المشروع الإيراني الذي يوسع النفوذ الإيراني في المنطقة؟ لكي نقول أنه تنصل يجب أن تكون هناك قناعة بأنه فعلا هذه مقاومة ولها أهداف ثم تنصلت عنها. هذه المقاومة أنا أؤكد بأنه لم تكن لها أساسا أهداف حقيقية تشابه تلك الشعارات التي ترفعها. يعني حينما جاءوا ووقفوا على حدود الأردن مدعين بأنها هذه وقفة احتجاجية للوصول إلى غزة والدفاع عن غزة، طيب أنتم استطعتم أن تأتوا بالميليشيات من اليمن ثم إلى العراق ومن العراق إلى سوريا وإلى لبنان، وكل الطرق مفتوحة أمامكم للوصول إلى فلسطين إذا كنتم فعلا راغبين بذلك. ماذا فعلتم من ذلك الطريق؟ الأردن هي الدولة العربية الوحيدة التي لا تستطيع إيران أن تفرض وجود لذيولها فيه، لذلك كان من الضروري أن تكون هناك حركة على الحدود الأردنية ليقين هذه الفصائل بأن الأردن لن يسمح بمرورهم من خلال أراضيه، ولن يكون هناك طرف أردني مشارك مع هذه الفصائل التي لا تلتقي مع الأردن لا بالإيديولوجية ولا بالسياسة ولا بأي نوع من أنواع المصالح الدبلوماسية. هذه الفصائل تنادي في العراق أيضا وتقف بوجه إرادة الدولة. حينما أعلن مثلا محمد الشياع السوداني بأن قرار إخراج القوات الأمريكية أو المشاركة في مساندة أي طرف عسكريا أو معنويا يجب أن يكون تحت مسمى القرارات المهمة أو القرارات العليا التي هي من اختصاص الدولة وليس من مصلحة العراق الدخول في هكذا صراعات إقليمية لا مع جيرانه ولا مع دول لها القدرة على فرض نفوذ دبلوماسي كالولايات المتحدة الأمريكية. إيران تسعى لاستغلال العراق ليكون أراضي لها، تسعى لتكون الفصائل الموجودة في العراق ورقة ضغط كما أسلف ضيوفك الكرام وكما يعرف الجميع. هذه الشعارات التي رفعها حسن نصر الله تؤكد فقط بأننا كلنا
خاضعين لإرادة الولي الفقيه تحت مسمى الفصائل الإسلامية. لذلك على أمريكا أن تعلم بأن الولي الفقيه يمكنه تحريك هذه الفصائل كيفما أراد وحيثما أراد. هذه هي الرسالة المرجوة من خطابه، وليس دعما لغزة ولا بأي شكل من الأشكال للقضية الفلسطينية، لأنهم بالأساس ليسوا أصحاب هذه القضية. نعم، ابقى معي لو سمحت أستاذ فرات. أستاذ مصطفى كامل، هل فعلا إيران خلال هذه المرحلة ممكن أن تحرك هذه العناصر والأدوات التابعة لها، مع الأخذ بنظر الاعتبار عبارة، يعني أرجو أن تكون متضمنة أيضا من إجابتكم أستاذ مصطفى، عن غياب تام للمشروع العربي للوقوف بوجه الكيان الصهيوني؟ يعني هو في الحقيقة هناك غياب تام للمشروع العربي، ليس في مواجهة المشروع الصهيوني فقط، وإنما في مواجهة المشروع الإيراني الفارسي التوسعي العنصري أيضا، وفي مواجهة المشروع الأمريكي في الهيمنة على المنطقة. لا يوجد هناك مشروع عربي لإنقاذ العراق ولا لإنقاذ سوريا ولا لإنقاذ اليمن ولا لإنقاذ لبنان، وبالتالي هنا لا يوجد مشروع عربي على الإطلاق. هذا من جهة. الجهة الأخرى، يعني الموقف الإيراني سأتحدث عنه، ولكن سأشير إلى نقطة أو نقطتين مهمتين فيما يتعلق بخطاب حسن نصر الله. أنا لم يفاجئني مضمون خطاب نصر الله، لأنني أعرف أن نصر الله يعني يتاجر بهذه القضية كما تفضل الأستاذ فرات قبل قليل. الذي فاجأني حقيقة هو اللغة الهادئة واللهجة التي قلت في تغريدة لي أنها كانت لهجة صامتة لهذا الخطاب. هذا الخطاب ربما توقع بعض الناس أن تكون فيه بعض الانفعالات، بعض يعني ربما التصعيد البلاغي، لكن بما يتناسب مع مستوى الحدث، ولكن الحقيقة كانت اللهجة صامتة. النقطة الأخرى، أنا أعتقد أن التداعيات الأكبر التي ستنعكس ليس على موضوع غزة، وإنما على شرعية هذا الحزب حزب الله، لأنه دائما هو يتحدث عن المقاومة بشكل مباشر وواضح وصريح وعالي الخطاب عالي الصوت. الآن يعني تحدث بلغة أخرى، لغة وصفية كما قال الأستاذ عبد الله. القضية التي أشرت إليها فيما يتعلق بالموقف الإيراني، الموقف الإيراني فيه نقطتان. النقطة الأولى أن منذ بداية معركة طوفان الأقصى كان هناك غياب تام لخطاب أو لوجه إيران الثورة، وهذا انعكس على غياب قائد فيلق القدس تماما، انعكس على لغة الخطاب التي تحدث بها خامنئي، لغة الإعلام الإيراني، انعكس على غياب خطباء الجمعة التحريضيون، انعكس على يعني غيابهم تماما، انعكس على غياب أو انعكس بشكل واضح من خلال غياب هؤلاء، من خلال غياب ممثلي الولي الفقيه في المقاطعات الإيرانية، من خلال كل هذه الأصوات العالية التي كنا نسمعها غابت تماما. حتى قائد فيلق القدس، يعني الذي هو معني بمعركة القدس كما تسمى عندهم، غاب تماما هو ونوابه وقادة فرقه وألويته بالكامل، وهذه قضية بالغة الأهمية يجب أن تفهم. خطاب إيران الثورة غاب تماما، ظهر عنه بديلا خطاب إيران الدولة، وزير الخارجية هو من يتحرك، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية هو من يلقي الإعلان الموقف الرسمي، وبالتالي يعني هذا له معاني كثيرة ودلالات مهمة. النقطة الأخرى هي ما تحدثت به صحيفة كيهان الناطقة بلسان خامنئي، عندما قالت أننا في إعلان رسمي واضح وصريح بل وقح الحقيقة، أننا لا نخوض، إيران لا تخوض حربا بالنيابة عن أي جهة، وإنما هي فقط تزرع روح التحريض والمقاومة والدعم النفسي والمعنوي، هكذا قالت.
بمعنى أنها تورط أتباعها في مغامرات ولا تنصرهم في الميدان. وأنا طبعا هنا لا أتحدث عن المقاومة الفلسطينية، لأن المقاومة الفلسطينية مقاومة حق وواجب على أبناء فلسطين لاستخلاص حقوقهم من المحتل الصهيوني، وهي الوسيلة التي لا بديل عنها لاستخلاص الحق العربي والإسلامي في فلسطين. اسمح لي ننتقل هذا. نعم أستاذ عبد الله سلمان، من وجهة نظرك هل تعتقد أن إيران ستستغل المرحلة الآن معركة طوفان الأقصى لتوسعة نفوذها أكثر في بلدان لا يوجد لها فيها نفوذ، يعني الآن الحدود العراقية الأردنية تحديدا؟ المشروع الأمريكي الجديد هو مشروع تغيير الشرق الأوسط برمته، وبما أنه إيران فاعل إقليمي مهم فبالتأكيد له مصالح في هذا التغيير. إيران لا تستبعد من أي تغيير لأنها متناسقة مع التخطيط العالمي المعادي للمنطقة العربية، هي تنسق مع أمريكا، تنسق مع إسرائيل، وتنسق مع كل الدول. إيران لا زالت علاقاتها مع إسرائيل كبيرة، 30 مليار دولار حجم التبادل الاستثماري ما بين إيران سنويا، 200 شركة إسرائيلية تشتغل في إيران في مجال النفط بالذات تستثمر، وآلاف اليهود لا زالت علاقاتهم مع أوالهم في الكيان الصهيوني. هذه هي العلاقة ما بين إيران وما بين العالم الآخر المعادي إلى المنطقة العربية. إيران فقط ما يهمها الآن ومن هذا المشروع ألا تتأثر جغرافيتها على أساس الكيانات الجديدة التي تستحدث في فكرة المشروع الأمريكي ما بعد غزة. فبالتالي إيران بالتأكيد تريد أن تستفيد، ويفكرون ونتذكر أنه بدل الهلال نريده قمر، فالقمر لا يكتمل إلا بوجود الأردن في حضن إيران. هذا في المشروع العام الذي تفكر به إيران، وبالتالي هناك نفوذ لإيران في منطقة البحرين والكويت تريد أن تستمد وتستفاد منه وتستمر، وهي هذه النقطتين التي توقفت فيها مفاوضات ما بين أمريكا وإيران في سلطنة عمان على النفوذ السياسي في الكويت وفي البحرين. ولذلك توقفت المفاوضات لفترة، والمفاوضات قائمة وموجودة ومستمرة، وإيران يجب أن يكون لها حصة في التغيير الجديد. هذا ما يريده المشروع الأمريكي العالمي، ولكن في الحقيقة هناك إرادة للشعوب، ونحن نرى في يعني أبناءنا يعني الذي نعتز بهم بشهاداتهم بقدراتهم العظيمة في غزة سيغيرون هذا المخطط حتما. يعني لا يمكن لإيران أن تستفيد أكثر، وإنما إيران والمشروع الأمريكي بالتأكيد سيتراجع رغم كل التخاذل الذي تمارسه الأنظمة العربية تجاه هذا المشروع. أستاذ فرات خورشيد، ما هي المكاسب التي حصلت عليها إيران خلال هذه المرحلة؟ إيران كعادتها تستغل كل الظروف وتلعب بكل الأوراق ولها أكثر من وجه. إيران في كل أزمة تحاول أن تظهر نفسها على أنها هي المتحكم، وهذا هو الشيء الوحيد الذي تطمح إيران للاستفادة منه، وجود السيطرة وقدراتها على التحكم في المنطقة. حينما تقول إيران بأننا قادرين على إشعال المنطقة وبنفس الوقت قادرين على خفض التصعيد، هذا يعني بأنه من يريد أن ينتفع من هذه المنطقة يجب أن يتعامل معنا نحن أولا. هذه الرسالة الأولى التي ترسلها إيران للولايات المتحدة الأمريكية الطامحة إلى النفط العربي وخاصة النفط العراقي. لذلك إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنعم بالهدوء في العراق وتأكيد على مصالحها وحماية مصالحها وعدم وجود أي تهديد لتلك المصالح، يجب أن تتعامل مع إيران كند. هذه النقطة المهمة جدا من ناحية النفوذ. أما من ناحية القواعد العسكرية، هناك تحالفات أيضا استفزازية تقوم بها إيران، مثل تحالفاتها مع روسيا أو تقربها من الصين.
هذه التحالفات تستفز الولايات المتحدة الأمريكية وتجعل قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على استمرار وجودها بقواعد ونفوذ في بقعة بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها استراتيجية في العالم خاضعة لمخاطر. هذه المخاطر تتمثل بالميليشيات والفصائل المسلحة التي تدعمها إيران. إذا كانت هناك فعلا كان هناك دعم حقيقي من دول أخرى معادية للولايات المتحدة الأمريكية مثلا روسيا أو الصين، قد تؤثر في ميزان القوة وتطرد الولايات المتحدة من هذه المنطقة، وقد يحل بديل آخر مثل ما حصل في التقارب الصيني مع السعودية ومحاولة الصين إيجاد موطأ قدم لها اقتصاديا في البداية، ثم بعد ذلك نحن نعرف بأن كل موطأ قدم اقتصادي سيتبعه موطأ قدم عسكري لحماية هذا الاقتصاد أو المنافع الاقتصادية الموجودة. لذلك إيران تقول لأمريكا إذا أردتم أن تتعاملوا أن يستمر التعامل، يجب أن يكون هناك خفض في مستوى خطابكم وتهديداتكم ضدنا، وإلا فإننا لن نهدد ولكن لنا أبواق يمكنها أن تنطق بما نريد أن نقوله دون أن تتحرك شفاهنا. هذه رسائل كبيرة ومهمة في المنطقة، يجب على الدول العربية، الإقليم العربي القريب من العراق تحديدا، أن ينتبه لها وأن يعمل على محاولة إعادة العراق إلى الصف العربي، وأن يقف موقف مثل الأردن مثلا، التقارب الأردني العراقي الذي استفز هذه الميليشيات وجعلها تقوم بما تقوم به، سواء من منطقة العراق ضمن الحدود الأردنية أو حتى الاعتداءات التي والاستفزازات التي تقوم بها تلك الميليشيات من ضمن الحدود السورية الأردنية، وإدخال المخدرات ومحاولة خلق البلبلة ورفع شعارات قد تكون لها يعني ندبة في الأردن، كما تركت ندب في بلدان عربية أخرى مثل الكويت وغيرها. نعم، شكرا أستاذ فرات. أخيرا أستاذ مصطفى كامل، المكاسب الإيرانية خلال هذه المرحلة ومعركة طوفان الأقصى التي يدمر فيها الكيان الصهيوني ولا يزال يدمر غزة ويقتل أهل غزة، ما المكاسب الإيرانية خلال هذه المرحلة وهناك تحركات على الحدود العراقية الأردنية وهناك شعارات بلا تنفيذ على الأرض؟ أنا أعتقد أن هناك خسائر إيرانية كبيرة. المشروع الذي كان إيران تتحدث عنه طيلة 4 عقود وهو المواجهة مع العدو الصهيوني سقط تماما. هذا الخطاب الدعائي الفوضوي سقط تماما. هذه يعني مواجهة مباشرة وبطولية معجزة حقيقة حصلت منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. الآن مر أكثر من 30 يوما عليها إيران تتحدث فقط ولا تقدم أي شيء. الميليشيات تشاغل وتتصرف بطريقة دعائية سواء في العراق أو حتى في اليمن. هذه المسيرات التي تطلقها عصابة الحوثي من اليمن والصواريخ البالستية والمجنحة، هذه معروف أنها لن تصل إلى أهدافها لأن المسافة الجغرافية بعيدة جدا، وهذه المسافة تجعل من الصواريخ والمسيرات عرضة للكشف والرصد وبالتالي للإسقاط، وهذا ما حصل. اليمن يعرف جيدا، أقصد الحوثي يعرف جيدا أنه لن يوصل هذه الصواريخ، ولكنها دعاية. معركة العمود التي وجدناها في جنوب لبنان أيضا، المشاغلات بين حزب الله والقوات الصهيونية تقوم على قاعدة البينج بونج، كرة المضرب، ضربة مقابل ضربة، وكل ذلك محسوب. صحيفة كيهان كما قلت تحدثت عن دعم معنوي وليس دعم عسكري، وقالت أن هذه السياسة هي ما جنب إيران المواجهة مع الولايات المتحدة في المباشرة في غرب آسيا، وتمكننا من تجاوز الأزمات مع الولايات المتحدة، بمعنى أن إيران تتعامل براغماتية قبيحة ويعني رثة جدا بهذا الموضوع. إذا هناك خسائر إيرانية ولا توجد هناك مكاسب. الآن الشارع العربي والشارع الإسلامي
بدأ واضحا أمامه تهافت الخطاب الإيراني وتهافت الموقف الإيراني. إذا كانت الثورة السورية المباركة قد فضحت جانبا مهما وكبيرا من إجرام هذا المشروع، فالآن هناك فضح لخواء هذا المشروع فيما يتعلق بالمواجهة مع العدو الصهيوني ومع الولايات المتحدة. يعني أنا لا أجد أن هناك مكاسب. هذه الميليشيات التي تتجمع على الحدود الأردنية لا يقصد منها باعتقادي تهديد الأردن، الأردن أكبر من أن تؤثر عليه هذه الميليشيات، ولكن هذه تجمعها على هذه الحدود هي محاولة لإحراج الأردن من جهة أننا تجمعنا وأنتم رفضتم فتح الأبواب، ومن جهة أخرى أننا قمنا بواجبنا في هذه المعركة ونحن نريد أن نصل ولكن تمنعونا. لو الذي يريد أن يصل هناك لبنان وهناك سوريا حدود مباشرة بالإمكان وحدود مفتوحة يفترض للجبهات محور مقاومة سليماني كما أسميه بإمكانهم أن يتدخلوا من خلال هذه الحدود. إذن هناك خسائر كبيرة، أنا أعتقد أنها ستكون استراتيجية جدا ومؤثرة جدا على طبيعة المشروع الإيراني وعلى خطاب هذا المشروع الذي هو مشروع فارسي عنصري توسعي إرهابي لا علاقة له لا بالإسلام ولا حتى بالطائفة الشيعية التي يدعي تمثيلها. أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول للأستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، وشكرا جزيلا أستاذ فرات خورشيد الباحث في الشؤون الأمنية العراقي. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية وفي أمان الله. We'll be right back.